إن جهاز إنفينيتي ماكس برو للكشف عن المعادن هو أكثر أجهزة الكشف عن المعادن المتوفرة شمولاً وقوة. يتميز بمجموعة من تطبيقات الكشف عن المعادن للاستخدامات التي تشمل التنقيب عن الذهب واكتشاف الكنوز والتجاويف تحت الأرض والكشف عن الأنفاق، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات العملية الأخرى. توفر شركة ميجا ديتكشن من خلال إنفينيتي ماكس برو كاشف معادن عملي متعدد الأغراض ومتعدد أنظمة البحث وماسح أرضي ثلاثي الأبعاد يضم 12 نظاماً للبحث. توفر حلولاً متكاملة ومتعددة للباحثين عن الكنوز المحترفين والبحث عن الكنوز الأثرية وحتى شركات التنقيب عن المعادن. إنفينيتي ماكس برو، أنظمة البحث. نظام المسح الأرضي، نظام المسح بعيد المدى التلقائي، نظام المسح بعيد المدى اليدوي، نظام المسح بعيد المدى التحكم بالتردد، النظام الأيوني، نظام بايونيك، نظام البث المباشر، المسح المباشر، نظام تحديد موقع الهدف بين بوينتر، نظام مسح الأنفاق، نظام الفحص الجيوفيزيائي، نظام الحث النقدي، نظام الكشف الذكي. محتويات حقيبة الجهاز: الوحدة الرئيسية، وحدة الإرسال والاستقبال المتعدد الذكية IMTU، وحدة إرسال واستقبال الإشارة العمودية العالية VST، المساحة الأرضية المتعددة MGS60، قرص البحث PS50، قرص البحث PS36، قرص البحث PS28، أوتاد أرضية خاصة بالنظام الجيوفيزيائي، وحدة توصيل بالقاعدة الخاصة بالمجسات، توصيل الأوتاد، وحدة توصيل بالقاعدة الخاصة بأقراص البحر، البطارية، الذراع العلوي، الذراع السفلي، مسند الذراع، هوائيات عدد 2، سماعات الرأس. صندوق الإكسسوارات ويتضمن برغي وصامولة الماسحة الأرضية عدد 2، حلقة للعصا البلاستيكية، براغي لحامل الذراع وحامل الجهاز، قطع غيار، محول طاقة عالمي، كابل السماعات، شاحن البطارية 220 فولت، شرح لوحة المفاتيح، 1 مفتاح التشغيل، 2 مفتاح الرجوع، 3 مفتاح الإدخال أوكي، 4 مفتاح القائمة الرئيسية، 5 مفاتيح الأسهم للتحكم بالإعدادات يمين يسار أعلى أسفل، إعدادات الجهاز، التشغيل لتشغيل الوحدة الرئيسية فقط اضغط على زر التشغيل، إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية اضغط فقط على زر التشغيل وستظهر رسالة تأكيد إيقاف التشغيل، يتم اختيار نعم لتأكيد أو لا للإلغاء. ضبط الإعدادات، يمكنك ضبط الإعدادات باختيار خيار الإعدادات الموجودة في القائمة الرئيسية الطاقة. استخدم هذا الخيار لتوفير الطاقة عند استخدام الجهاز.
باستخدام هذا الخيار فإنه يمكن زيادة مدة استخدام البطارية بمقدار 50% على الأقل، ويعتمد ذلك على نظام البحث ونوع جهاز الاستشعار المتصل أي المجسات المتصلة. التاريخ والوقت: استخدم هذا الخيار لتعيين تاريخ الجهاز والوقت. أولاً، استخدم مفاتيح الأسهم لليسار أو لليمين لتحديد عنصر التاريخ والوقت، ثم اضغط OK. ثانياً، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل للاختيار، ثم اضغط على تعيين التاريخ، ثم OK. ثالثاً، في هذه النافذة استخدم الأسهم لتحديد التاريخ الصحيح، ثم بعد تعيين كل واحد اضغط مفتاح OK للحفظ. رابعاً، بعد ضبط الإعدادات اضغط على مفتاح الرجوع. الوقت: أولاً، أثناء وجودك في قائمة إعداد التاريخ والوقت، استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل لاختيار خيار ضبط الوقت، ثم اضغط OK للحفظ. ثانياً، في هذه النافذة استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الوقت الصحيح، ثم بعد تعيين كل حقل على حدة اضغط مفتاح OK للحفظ. ثالثاً، بعد ضبط الإعدادات اضغط على مفتاح الرجوع. إعدادات الأمان: لتنشيط إعدادات أمان الجهاز يجب عليك الضغط على خيار قفل الأمان ضمن إعدادات الأمان. بعد تفعيل الخيار السابق يمكن تعيين رمز قفل الأمان بالخيار تعيين رمز الأمان. عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى سيطلب الجهاز منك إدخال رمز الأمان والذي تحصل عليه من موقع المصنع أو من خلال الموزع المعتمد للجهاز في بلدك. يمكن إقفال خيار قفل الأمان في الجهاز حتى لا يطلب الجهاز إدخال الرمز بعد كل تشغيل. إعادة الضبط: يمكنك استخدام هذه القائمة لإعادة ضبط إعدادات الجهاز. هناك ثلاثة أنواع من عمليات إعادة الضبط. إعادة تعيين الإعدادات: باستخدام هذا الخيار ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية، لكنك ستحتفظ بالمعلومات المحفوظة في الذاكرة. إعدادات المصنع: باستخدام هذا الخيار ستعود جميع الإعدادات في الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية المصنعية، وسيتم مسح بيانات الذاكرة. مسح الذاكرة: باستخدام هذا الخيار سيتم مسح بيانات الذاكرة. بعد تحديد خيار إعادة التعيين ستظهر نافذة التأكيد. بالضغط على نعم في هذه النافذة تتم إعادة التعيين. الشاشة: يمكنك التحكم في ضبط الشاشة باستخدام هذه القائمة. وضع السكون: من خلال تشغيل هذا الخيار ستنتقل شاشة الجهاز إلى وضع السكون في حالة عدم وجود أي نشاط. سطوع الشاشة: يمكن للمستخدم التحكم في سطوع الشاشة باستخدام هذا الخيار. اللغة: تتوفر واجهات برنامج الجهاز ب12 لغة وهي: أولاً، اللغة الإنجليزية. ثانياً، الألمانية. ثالثاً، الإسبانية. رابعاً، الفرنسية. خامساً، الإيطالية. سادساً، الروسية. سابعاً، الصينية. ثامناً، التركي. تاسعاً، العبري. عاشراً، الأردن. 11، العربية. 12، الفارسية. لتغيير اللغة يجب على المستخدم الذهاب إلى علامة تبويب اللغة، ثم اختر تغيير اللغة باستخدام مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل، ثم اضغط OK. ثم اختر اللغة المفضلة باستخدام مفاتيح الأسهم يمين أو يسار، ثم اضغط على OK. الصوت: يمكن للمستخدم التحكم في حالة صوت الجهاز باستخدام هذه القائمة. مستوى الصوت العام: استخدم هذا الخيار للتحكم في صوت الجهاز بالكامل. مستوى صوت لوحة المفاتيح: استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت لوحة المفاتيح. مستوى صوت المسح: استخدم هذا الخيار للتحكم في مستوى صوت صادري خلال عملية البحث. المعلومات: تتضمن هذه الشاشة جميع معلومات الجهاز. أولاً، إصدار الجهاز. ثانياً، إصدار البرنامج. ثالثاً، طراز الجهاز. رابعاً، الرقم التسلسلي. خامساً، بلد شركة المصنع.
بعد الانتهاء من جميع عمليات الإعدادات ستظهر النافذة التالية على الشاشة.